السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله النهاردة أقدم لك برنامج نقاط البيع والمخزون، تمام؟ برنامج مجاني لوجه الله الكريم. طبعًا برنامج مفتوح المصدر بالكامل، جميع البيانات بتاعته هنقدر نفتحها دلوقتي وهنبدأ نستعرض بس البرنامج الأول. برنامج فيه مميزات كتيرة جدًا وفيها أكواد كتيرة جدًا ممكن تستخدمها في أي برنامج أنت محتاجه أو أي اكواد انت محتاجها ان شاء الله. البرنامج طبعا هنخش نكتب ادمن ادمن والباسورد ادمن، تمام؟ يبقى انا دخلت بادمن، وادمن طبعا هنا طبعا ظهر الباسورد اليوزر نيم وهنا الباسورد، ولو انا كتبت الباسورد غلط كده وقلت لوجن تمام هيقول لك ايه كوركت، تمام؟ لو انا كتبته صح ولوجن تمام هيبدأ يفتح لي معايا البيانات بتاعتي اللي انت شايفها دي. تشوف هنا امكانيات، اهو امكانيات تبدأ تشتغل عليها، امكانيات تبدأ تشتغل عليها في النموذج بتاعي اللي انت ايه اللي انت عاوز ايه تعرفه. هنا اهو كده تمام، هنا لو انت عاوز تعمل ايه اللوج اوت، هنا الاستعلامات تمام، وهنا طبعا هنا الكومباني اللي انت هتقدر تشتغل عليها، طبعا محتويات الكومباني بتاعتك اهوت، اقول له نيم ام اي ام تمام اهوت، او كومباني على طول اهوت هنكتبه على طول البيانات بتاعتنا كومباني اهو، كومباني كده تمام، ممدوح مثلا اهو، واجي ادخل البيانات بتاعتي الادريس مثلا زفتة زفتة تمام. ممكن اقول له هنا ويب سايت، ان عندك اي بيانات هتقدر تدخلها براحتك هنا، الجيميل اقول له جيميل جيميل تمام، وهنا تليفون مثلا اقول له مثلا اي حاجة اهوت اي حاجة 18 اهو، اقدر ايه كده ابدا اشتغل على البيانات بتاعتي اللي انا ايه اللي انا حاططها تمام. انا هنا اهو اهو كده اكتب اي بيانات، اي بيانات عاوز اكتبها بتتكتب هنا، وهنا لو عاوز اعمل ديليت، وهنا اللوجو طبعا لازم تحط اللوجو، ممكن احط له حط لي لوجو تمام، او ممكن اشيل البيانات دي خالص كده اقول له ريموف، او ممكن احط ده او ده تمام، او ممكن اقول له ريموف تمام، اقول له ده ريموف وهات لي اد كده، اقول له تعالى لي على الديسكتوب كده وتعالى لي حط لي ايه صور عندي اهوت، صمم بنفسك كده. ممكن اقول له تعالى لي الصور بتاعتي فين الصور الايقونات، ممكن اقول له الشركه، الشركه فين هنا الشركة، حط لي بيانات الشركة تمام، الشركة اهو الشركة، وممكن احط اي صورة للشركة او اي بيانات اي لوجو اي بيانات انت عاوز تحطها في الشركة بتاعتك اللي انت ايه شغال عليها، وممكن تحط لاي شركة او صورة اي صورة انت عايز تحطها، مجرد انت بتحطها تقول له اوكي خلاص اتغيرت هنا في اللوجو، بقول له سيف يبدأ يسيب لي البيانات بتاعتي اللي انا اشتغلت عليها تمام. هنا هنا السيل تمام اهو، تبين قدامك البيانات بتاعتك كلها تمام. هنا هنا الادرس اد يوزر، اليوزر بتاعك اللي انت هتبدا تخش بيه من اللاست نيم، قول له ام اي ام كده تمام، واقول له هنا اقول له لوحه تمام، او اقول له ممدوح اي بياناتك تمام. وهنا الاكونت مثلا 1 2 3 4 5 6 تمام، 1 2 3 4 5 6 تمام، وهنا 1 2 3 4 5 6، هنا لو القديم بس كده القديم مثلا 1 2 3 ماشي، وهنا تقول له مثلا 1 2 3 4 5 6، وهنا تقول له ساين تمام، وتقدر تخش بيه اهوت في النموذج بتاعك لو انت عاوز تخش على النموذج اللي انت دخلت عليه، لو انت عاوز تخش بالنموذج بالبيانات اللي انت ايه دخلت عليه، اقول له مثلا اهوت ام اي ام تمام، قول له 1 2 اهو 1 2 3 4 5 6، قول له هنا لوجن، مش هيقول لك كده كوريكت، ممكن اقول له هنا ادمن ادمن تمام، وهنا اقول له ادمن تاني ادمن تمام، قول له لوجن تمام، دخل لي باليوزر اللي انا دخلته. يعني مجرد انت هتخش باليوزر اي يوزر انت هتدخله هتبدا تخش بيه في النموذج بتاعي اللي انا ايه اللي انا اشتغلت عليه تمام. هنا لوج اوت، لو انت عاوز تعمل لوج اوت هنا كده تخش على البيانات بتاعتك تمام. هنا اهو طبعا القناة بتاعتنا مش اساس التصميم ده، عن طريق احد الاصدقاء بعت لي البرنامج، طبعا تصميم احد
احد القنوات الاجنبيه تمام، وهنا السيلز وهنا سبلايزر تمام، وهنا تقدر تاخد السبلايزر والادرس بتاعه والبيانات بتاعته تمام اللي انت هتبدا تشتغل عليها. نيم اهو اي حاجه ام اي ام تمام كده، سيتي اهوت اقول له سيتي، اي بيانات انا هدخلها، الادرس هنا اقول له ادرس، اي بيانات انا هدخل هنا، النمبر اقول له التليفون بتاعنا، اقدر اقول له اي بيانات 018 اهو، ابدا اشتغل على البيانات. والجيميل اقول له جيميل جيميل كده ميل تمام، واجي اقول له هنا كده واقول له سيف تمام، سيف تمام، سايب له وبدا يدخل لي نموذج جديد ابدا اشتغل عليه. هنا البرودكت هنا كده ديت الاصناف تمام، هنا بيقول لك نيو تمام، هنا مثلا اقول له ايه عندي، ادخل عندي اسم الصنف مثلا صنف رقم واحد، ممكن ادخله بالانجليزي ايتم، ولا ممكن ايتم ايتم ان او 1 تمام، واجي اقول له هنا تعالى لي من هنا كده اختار اهو تمام كده، والادرس والموبايل تمام، وهنا ديسكريبشن تكتب اي حاجه مثلا نيو تمام مفيش مشكله، واجي اقول له البرايز 1500 مثلا اه، هنا هنا واقول له هنا اقول له مثلا عند اي بيانات 1200 هنا الستوك هنا مثلا 100 125 هنا النسبه مثلا 25% تمام، وممكن اقول له تعال لي الكوست مثلا ايه 12% تمام، وابدا ايه استغل اخدم اقول له نيو او اقول له سيف او اقول له اي بيانات انا ببدا اشتغل عليها في النموذج بتاعي. هنا كمان اهو سيلز هنا بيدي لك البيانات اللي انت هتبدا تشتغل عليها، عاوز تعمل نيو، عاوز تعمل فولدر، عاوز تعمل هنا الكاستم، ممكن تختار من هنا اي اسم اهو اي اسم تمام اهو، بيبدا يدي لك البيانات، وممكن تختار من هنا اي اسم، مجرد انت بتختار الاسم بيبدا يدي لك البيانات بتاعتك اللي انت هتبدا تشتغل عليها، وهنا الكاستم كده ممكن التليفون تمام، هو بيبدا يدي لك الاد والبيانات بتاعتك اللي انت عايز تشتغل عليها تمام، ومن هنا هنا 1500 كده، وممكن اقول له مثلا هنا 20% هنا 25 6000 هنا مثلا اقول له 120 هنا كده في البيانات الموجوده معايا تمام، هنا هنا كده اقول له 125 كده تمام، والمارك هنا ببدا اشتغل عليه. البيانات اللي انا هبدا اشتغل عليها كلها موجوده معايا، البيانات اللي انا هبدا اشتغل عليها بقول له اد مثلا، اقول له اد اهو، بيبدا يديني الصنف اللي انا هبدا اضيفه ماشي اهو، ببدا اضيف هنا كده اقول له حط لي ده كده تمام، اقول له مثلا ده 25 تمام، هنا هنا موجود معايا اقول ايه هنا اقول له اد، بيبدا ينضاف معايا الفاتوره بتاعتي تقدر تنضاف معايا وتبدا يشتغل على النموذج بتاعي اللي انا ايه اللي انا عامله تمام. اختار من هنا اي بيانات اه تمام، اقول له هنا مثلا حط لي كوانتيتي هنا 250 واقول له اد، بيبدا يضيف لي النموذج بتاعي اهو، بيبدا يضيف لي النموذج بتاعي اهو، وهنا طبعا التوتال المدفوع مثلا هنا المدفوع مثلا 65000 جنيه مثلا كده تمام، واقول له تعالى لي اهو كده في البيانات بتاعتي، اجي اقول له تعالى اضيف لي كمان، اضيف لي اي بيانات اهو، مجرد ان انا بضيفها احط الكميه 300 تمام، وهنا بيبدا يديني البيانات بتاعتي اهو، اقول له اد، بيبدا يضيف لي النموذج اهو، بيبدا يضيف لي النموذج والبيانات بتاعتي بكل سهوله. يبقى انا بقدر اضيفه من هنا. هنا بقى البرنت، ممكن تعمل برنت، ممكن تعمل نيو، ممكن تعمل ابديت، ممكن تقول سي، ممكن تسيف، مفيش اي مشكله، تقدر تضيف اي بيانات بتاعتك اهو 1200 مثلا كده هنا كده اهو، هنا بيدي لك اهو بيدي لك البيانات بتاعتك اهوت، والنموذج اللي انت هتبدا تشتغل عليه وايه والبيانات بالكامل تمام. هنا اخش برشيز اهو تمام، برشيز لو انت عاوز تعمل برشيز اهو، عاوز تعمل نيو، عاوز تعمل اي بيانات جديده مثلا اهو، تقدر تشتغل عن طريق الايه النماذج بتاعتك. برنامج طبعا مجاني، الكاستمر تقدر تخش بيانات الكاستمر بتاعتك اللي انت عايز تضيفها هنا في النموذج بتاعك، الكاستمر بتاعك، وتقدر تحط البيانات بتاعتهم والادرس بتاعه والبيانات بتاعته. هنا الريبورت تقدر تخش على الريبورت، ازيد من الريبورت تقدر تشتغل عليه، تقدر تطلع بياناتك كلها بكل سهوله. الامبلوي تمام اهوت، وهنا السيلز
بيرسون، وتقدر تخش كل البيانات دي لازم تدخلها عشان تبدا تشتغل على النموذج. انت تدخل العملاء والموردين وعندك الفواتير وتقدر تشتغل على النموذج بكل سهوله. وهنا اد يوزر، لو انت عاوز تدخل، احنا قلنا ده اد يوزر اللي انت ايه عاوز تشتغل عليه. تعالى بقى خلاص بقى، احنا خلصنا البيانات بتاعتي اهوت، وممكن ده اله حاسبه، تقدر تخش على الاله الحاسبه دي عادي جدا، تبدا تخش تقدر تعمل اي بيانات انت عايزها اهوت. ممكن اقول له مثلا تاخدها، مثلا اقول له زائد مثلا اهو كده، اقول له كده ده زائد تمام، اهو ده اقول له يساوي، بيبدا يديني البيانات بتاعتي اهو بكل سهوله. تعمل من هنا اهو 0 8، اقول له هنا زائد 5 زائد 3، هنا اهو كل البيانات اهو بتبدا تشتغل معاك. هنا 5 في 6 ويساوي هنا 30، 5 في 6 ب 30، خلاص اهو اوتوماتيك عندك في النموذج. مثلا اي بيانات تانية، مثلا 25 على الخمسة بيساوي 5 تمام. طب لو انا قلت له تعالى لي كده، اقول له مثلا 550 على الخمسة يساوي 110 تمام، يبقى يبدا يدي لك البيانات بتاعتك ايه بكل سهولة في النموذج بتاعك. خلاص بتبدا تشوف امكانيات البرنامج في من الداخل. تعالى بقى هنبدا نشرح مع بعض، انا كده كلوز تمام، هبدأ أشرح معاك هنا الجداول اهو. أي جدول أنت محتاجه هتلاقيه موجود معاك، أي جدول أهو، اللوجن أهو، لوج إن تمام، بيبدأ يشتغل معاك أهو، بيبدأ اللي أنت الإمبورت أهو بيبدأ يشتغل معاك. كل الجداول ديت أهو تبدأ إيه، تبدأ تشوف اللي موجود فيها، والسيلز أهو كل السيلز اللي اشتغل معاك في البيانات بتاعتك اللي موجودة. وهنا عندي النماذج أهو، اي نموذج، وهنا عندي الريبورت، وهنا عندي المديول، هنا مديولات اهوت، المديولات بتاع البرنامج تقدر تفتحها وتشوف اي مديول انت محتاجه، اي مديول انت محتاجه في النموذج اللي انت شغال بيه اهو. كل المديولات اهي كلها دي مديولات شغاله في البرنامج، ممكن تاخدها تستخدمها في اكواد برنامج بتاعك او بتصمم برنامج، ممكن تشوف حاجه شبيهه، تقدر تخش على النماذج بكل سهوله بكل سهوله. يوزر فورم هو بتبدا تخش عليه برضو اللي انت محتاجه، وتقدر تخش عليه في البيانات بتاعتك. غير كده طبعا مش هتقدر تخش على البرنامج، لان البرنامج طبعا برنامج مجاني كله، والانفويس هو بتقدر يجيب لك البيانات الانفويس، وطبعا السيلز والبرشيز اهو بيبدا يجيب لك البرشيز كمان اهو، وهنا هنا الكوست بتاعتك والتليفونات والبيانات بتاعتك اهو. اي بيانات هتلاقيها بيانات في البرنامج هتلاقيها عندك موجوده. وهنا الكويري، هنا كويري اضافه اهوت، هنا تمام اه، انا كويري اضافه تمام. تعال نشوفه كده اه، موجود قدامك اهوت الكويري اضافه، لو انت عايزه تقدر ايه تستخدمه في البيانات بتاعتك اهو. شوف اه، تقدر تشوف ايه الكويري الاضافه بتاعك اللي انت ايه شغال بيه اللي موجود معاك. ده طبعا من ضمن الحاجات الاساسيه في البرنامج، تقدر تشتغل البرنامج طبعا، تقدر تفتحه وتقدر تخش عليه. ممكن اقفله تاني اهو وبقدر افتحه تمام، اقدر افتح البرنامج بيبدأ يفتح معايا ويديني الواجهة بتاعتي اللي انا شغال عليها تمام. ممكن اقول له ادمن اه ادمن تمام، وممكن اقول له هنا ايه هنا ادمن ادمن، واقدر اخش تمام. يبقى انت عندك الباسورد واليوزر، اليوزر نيم والباسورد، وعندك الشاشه الرئيسيه بتاعتك اللي انت هتبدا تشتغل عليها، تطلع جميع البيانات بتاعتك بكل سهوله. طبعا بتمنى من ربنا يكون وفقنا في شرح النهارده، ونلتقي في الحلقات القادمه باذن الله. ولو اي حد محتاج اي حاجه كلمنا واحنا نعملها له. شكرا لحضرتك.